ازاي انتوا عارفين الحاجات؟ عايزين يتعمل لي بان ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. انا العربي بتاعي لا انا مش حاسس انه مكسور. انتوا حاسين كده يعني؟ مالك ممكن نتعرف سيزن 2 اول مره. هاي مالك، انا غيدة، ممكن نتعرف؟ اه اكيد. ماشي. اول حاجه انت مواليد 12/6 يعني برج الجوزاء. من صفاته انه شخص طموح بيحب يوصل لاهدافه ويحققها. احكي لنا كده عن حاجه كان نفسك فيها قوي وفضلت وراها لحد ما حققتها غير التمثيل. هو ممكن صحابي ما يوافقوش معايا بس درجاتي يعني بحاول اجيب درجات كويسه، حققت كده الحمد لله يعني صفة. من صفات رجل الجوزاء كمان ان هو بيحب العزله، ما بيحبش التجمعات العائليه، ويعني بيحب يقعد لوحده اغلب الوقت. احكي لنا بقى، انت في التجمعات العائليه بتبقى الشخص اللي بيقعد يرغي ويلعب ولا بتفضل ساكت كده قاعد لوحدك وماسك في الموبايل؟ انا بصراحه الشخص اللي بيأسس الجامعات العائليه، انا بحب اتعامل مع عيلتي. إيه؟ اشخاص يعني لطاف بجد بحب اتعامل معاهم. ممكن تعمل ايه يعني عشان تتجمعوا كلكم؟ يعني جهز فيلم مثلا ولا انتوا لو تعالوا ناكل سوا ولا؟ اه بالظبط، بنتقابل ناكل بره مش كل يعني اسبوع يعني اكيد، بس يعني كل شويه شويه يقولوا لي ايه اللي حصل في حياتهم وانا اعرفهم ايه اللي حصل في حياتي كده يعني. اه يعني بتحب تشارك مش اللي هو بتحب تقعد لوحدك. بالزبط. احنا عارفين انك في اعداديه ووقت التصوير كنت بتاخد مذاكرتك معاك عشان تذاكر لما تكون فاضي. انت دحيح بقى فعلا بتحب المذاكره ولا ده كان بس مجرد تانيب ضمير؟ خالص عشان خالص. ايه اللي خليك تعمل كده اصلا؟ انا اصلا الاسبوع الجاي عندي اعداديه برضو، بس كانت صعبه قوي بصراحه، كانت بجد. كنت انا بروح من الامتحان على المدرسه على طول، وكان في ايام كنت بروح من التصوير على المدرسه على طول، ففي يعني ما كنتش بنام. اه بس عدت على خير يعني، كان جالي درجات كويسه في الاعداديه الحمد لله. ايه حكايه بقى ان انت خدت معاك شهاده المدرسه بتاعتك ووريتها لهم وقت التصوير؟ خدتها معاك؟ مين قال لك كده؟ عرفت كده منين؟ انا في وقتها كنا احنا بنصور البوستر للتصوير، وكنت بجد يعني خايف جدا، كان هيجي لي الدرجات وكنت متوتر. انا نص ساعه قبل ما يجي لي الدرجات كان في ناس شغاله هناك، مش هقول اسامي بقى، كان بتقول ان انا هسقط، يعني مش هسقط بس هيجي لي درجه وحشه عشان كنا بنصحح الامتحان مع بعض وبراجع بعيد وازيد في الاجابات. واول لما جالي كنت ايه ده، الحمد لله انا جبت كويس قوي. واول واحد قلت له كان حمزه، وبعديها اول حاجه يعني اكيد مامتي، وبعديها حمزه، وبعديها جريت، وقعدت اقول له كل حد انا نجحت انا نجحت. بس بعديها بدقيقتين كل حد كان عايز يدخل على السايت عشان يجي له الدرجات، والسايت وقع فما عرفتش اوري الناس، بس انا كنت عارف درجاتي فقلت لكل حد بقى. طب حلو، مبروك. شكرا. انت بقى ناوي تدرس بعد كده اي حاجه ليها علاقه بالتمثيل ولا شايف ان انت ممكن تشتغل في كارير تاني او تجرب كارير تاني؟ هو بصراحه اللي انا نفسي اعمله هو التمثيل، وانا شايف ان انا عن نفسي انا عايش للتمثيل، انا نفسي امثل. واكيد مش كل حد البلان بتاعه بيشتغل عشانه يعني، لازم يبقى عندك خطه تانية. وانا بالنسبه لي الخطه دي انا لو في اختيارها ذاكر بزنس، بس بصراحه التمثيل بلان ايه ولازم. أوكي. يعني التمثيل انا بحب وبستمتع بوقتي في التمثيل. سمعنا انك جيمر جامد موت يعني. ماشي، عندنا بقى كذا سؤال. ايه اللعبه اللي لو دخلتها هتكسب فيها اي حد؟ بصي، هو انا اكيد انا فورتنايت انا كويس جدا فيها، انا بقضي وقت يعني مش عندي امتحانات هلعبها. انا عندي صحاب ممكن بصراحه يبهدلوني في اللعبه، بس انا يعني كويس في اللعبه، كويس جدا بصراحه. بعد المسلسل حلقت شعرك؟ اه. طب عملت كده ليه بقى؟ ده انت شعرك كان مجنن البنات كلها في كم العدد، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ هو شعري اولا كان مبين ان انا اصغر من سني، وكان ناشف ما كانش حلو يعني، وانا ما كنتش فرحان بشكلي بيه، وانا كده حاسس يعني احسن يعني شكله احسن. بما انك لهلوبه في الانجليش هقول لك جمله بالعربي تترجمها للانجليش. اوكي. ما تتخضش. لا لا لا. بيقول ايه؟ ابوه البصل وامه الثوم. ايه؟ تجيب الريحه الحلوه منين يا مشؤوم؟ His father is an onion, his mother is garlic. Where would you get the good smell from? يا منحوس بس bad luck with my passion. عارفه معلومه ثانيه عنك هتتخض برضه دلوقتي. عارف ان انت كنت اكتر واحد بتستنى البريك وقت التصوير؟ ازاي انتوا عارفين الحاجه؟ انتوا عامه لا، في سر. كنت بتبقى عايز تاكل ولا تنام ولا تلعب جيمز ولا تذاكر ولا عايز تعمل ايه بالظبط؟ لا انا كنت في اوقات كنت بجد الناس اللي حواليا فاكرين انا ما باكلش في البيت، ببقى جعان جدا وعايز اكل، بس ببقى مستني البريك عشان اكل، بعديها اي حاجه ممكن اشتغل على طول بعد الاكل يعني عادي مش فارقه معايا. بس برضه كنت مستريح اقعد اتكلم مع حمزه، هو انا حمزه وجيسكا ولينا كنا بنقعد في كرفان وكنا بنسمع اغاني او بناكل او بنتكلم يعني عادي، بس هو كان الاساسي ان احنا نجيب اكلنا وناكل مع بعض. ايه الاوردر بتاعك اللي في البريك؟ صح، كنت باكل رز وفراخ او مكرونه وفراخ يعني، بس كان لازم يبقى فيه فراخ او لحمه في الموضوع، يا اما ممكن بيتزا، بحب البيتزا اللي هي ستافت كراست والحاجات دي. احنا عارفين بس هنجيلك في البيتزا ازاي؟ خدت قرار انك تغير حاجه في شكلك لاول مره في حياتك وهو شنبك في بدايه تصوير المسلسل ازاي؟
ازاي يعني انت كنت موجود؟ انت والناس اللي حواليك شفتوا مالك من غير شنب احلى ولا بشنب؟ هو بصراحه ما كانش شنب قوي، هو بس كان شنب كان بيتريقوا بيقولوا عليا شنب اعدادي اللي هو ازاي عارفه بتكملي السطر قبل ما اقوله. هو الشنب كان يعني مش خفيف قوي، بس ما تفتكروش انا بطوله في شهرين، لا ده كان يعني حياتي كلها تقريبا. فكنت كنت زعلان قوي، كنت حاسس غريب لما كنت بحس كده، كان احساس غريب. فبس يعني الناس كانوا قالوا ان بيبي فيس اكتر، وانا مش حاسس انه في فرق، يعني حاسس انه كان برضو انا في المسلسل المفروض عندي 12 13 سنه فعادي، فعادي يعني مش مفروض واحد يبقى عنده او يعني عادي يعني. طب لما تكبر هتربي شنبك ودقنك وكده، هتبقى عايز الستايل ده؟ يا ريت يعني انا عايز بصراحه ده انه شنب وكده مفيش. لسه في وقت، ماشي. بما انك ما بتحبش العربي كنت خايف منه وقت الامتحانات، هنسالك سؤال عشان عامه بس عشان الناس ما تفتكرش حاجه، في الاخر عديت وجبت كويس في الامتحانات وعديت بكتير، يعني جاي مثلا يعني 94% ف بالظبط. شكرا شكرا. انت لازم انت دلوقتي كده اي حد يكلمك تقول له درجات اللي هي اللي بتتكلم، مش تتكلم معايا بالظبط. احنا هنختبرك دلوقتي يعني. هتسالوني في النحو بقى وكده. يعني اسهل شويه، هنسالك شويه اسئله عشان نحدد بقى احنا مستواك في العربي، بس انت كده كده شاطر. اوكي ماشي. ايه هي حروف النصب في اللغه العربيه؟ يا حضرتك عارفه الاجابه؟ انا عارفه انه خواتها والحاجات دي. ايوه تنسب الاسم وبترفع الخبر. بالظبط زي ان حتى وكي كي. بالظبط. ما هي اقسام الكلمه في اللغه العربيه؟ سهله جدا. فعل اسم. ايوه اوكي. اسم وفعل خبر حرف. جمع كلمه بطريق. بطريق. حلو ماشي. ناقص كلمه واحده خالص، انت قلت واحده خلاص مش مشكله. بطارق. بطارق. اوكي. اللي كان بيجي ياخدك دايما من التصوير كان يور انكل. اشمعنى بقى؟ هو كان عرض لمامتي عشان يعني يساعد ويسهل الموضوع، عشان هو كان في ايام بنسهر بقى، ويعني كان في يوم انا وحمزه كان عندنا مشاهد لغايه مثلا الساعه 3 الصبح، ده كان يوم اخر امتحان اعداديه، كان عندي مثلا تصوير ومشيت الساعه 4 الصبح، كان يوم بصراحه مع اني انا مش بشتكي انا كنت فرحان جدا، بس كان في ايام طويله بصراحه مامتي انا مش عايز اتعبها، يعني مش عايزه تتعب يعني. لا والله شكرا جدا ليه طبعا، يعني والله ان هو بيستحمل كل ده. ماشي. طلعت في افلام ومسلسلات قبل كده زي عز الولد ولص بغداد ولمسه اكتاف، مين كان بيختار معاك شغلك اللي بيجي لك عامه؟ مامتي هي بتساعدني اختار الادوار اللي كويس واللي مش كويس، برضو يعني بتساعدني احسن من تمثيلي وبتقولي يعني بعمل ايه غلط وعمل ايه صح، بس انا اكيد في البلان بتاعي ان انا اخد بروفيشنال هيلب ان انا اتحسن، بس اخلص الدراسه بس السنه دي بس. طب نصيحتهم دايما ليك ايه؟ يعني دايما بيقولوا لك ان انت دراستك اهم حاجه. التمثيل ده استنى عليه شويه ولا مثلا؟ لا هم مش بيقولوا استنى عليه شويه، بس المدرسه بالنسبه لهم وبالنسبه لي برضو يعني اهم حاجه يعني بالنسبه لهم دراسه تمثيل. بتحب برونو مارس جدا من بره مصر. في مصر بقى بتحب مين؟ إيه؟ بسمع عمر خيرت، بحب زي حاجه لذيذه جدا. خلاص خلصنا اول فقره، ودلوقتي احنا في فقره كومنت. في الفقره دي احنا بندخل على السوشيال ميديا بتاعتك، بنستوك بقى اكتر بكتير. ماشي. وبعدين بنسالك عن حاجات عن السوشيال ميديا. اوكي. مبدئيا كده انت كاتب رقم الموبايل بتاعك في البايو عندك على انستغرام؟ لا 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 مش بتاعي ده اكيد، وفي ناس فاكره انه بتاعي فبيكلموا بقى سلام ايه ده مالك. يعني ده مش رقم. لا ده بيزنس نمبر، يعني مش بس مش بيرسونال. عملت انستغرام اكاونت في 2018، يعني كان عندك مثلا حوالي 9 سنين. اوكي. في حد بقى كان ماسك لك الاكاونت ولا انت كنت عارف انت بتعمل ايه وانت صغير؟ لا هو انا الاكاونت كنت عامله كان اول لما جالي تليفون، وكان نفسي قوي ابتدي اعمل، فكنت بعمل هاشتاج هابي فور ايفري حاجات غريبه كده مش بفهم. انا طول عمري ماسك الاكونت وانا اللي بعمل لايكس وكله وكده، بس مامتي يعني مش دلوقتي بس كان من كام بوستات قبل من المسلسل، يعني عموما كانت بتقول لي اعمل كابشن ايه واعمل تاج لمين وكده. بتساعدك يعني؟ بتساعدني. زمان قوي وانت صغير ريتاج عيسى بنت ايمان العاصي نزلت معاك صوره وكتبت عليها سي هاي تو مالك، احكي لنا بقى حكايه الصوره دي وانتوا تعرفوا بعض منين اصلا؟ ده كان في لمسه اكتاف، ده كان انا كان شكلي عايز انام فيها قوي، كان الساعه 5 الصبح وانا كنت خلاص، المشهد ده كان مشهد كبير قوي للكبار وانا كنت فيه يعني عشان انا مش فاكر حتى ابن مين يعني، بس كنت فيه وهي كانت فيه بس بتزور مامتها وكده، فتعرفنا على بعض وصحاب بقالي كتير ما كلمتهاش، بس انا يعني عارفين بعض كويس. حطيت صورتك على الواتساب مع سمير غانم وامي سمير غانم. ممكن تحكي لنا كواليس الصوره دي وشفتهم فين وايه اللي حصل؟ ده كان اول مره امثل فيها في عزمي وشجان، بس كان دور صغير جدا، يعني كنت جاي ماسك كلب بقول
يعني حتى صوتي ما كانش باين، ما كنتش عارف حتى ابين صوتي، ما كنتش عارف اتكلم. فكان اول مره اشوف حد مشهور قدامي وكده. طبعا قلت اتصور معاه، والصوره دي من هي معايا من 2018 ما غيرتهاش. يوم 26 ديسمبر 2018 نزلت صوره مع احمد مكي وكتبت له شكرا ان انت اتصورت معايا. الباك ستوري دي حاجه حلوه. احكي لنا برضو كواليس الصوره دي. انا كنت راجع من المدرسه في الاوتوبيس، كنت انا برضو عندي 9 سنين 10 سنين، لقيت مامتي بتكلمني بتقول ما تنزلش عند وقفه بيتك، ما تروحش ما تنزلش عند بيتك، استنى عشان ده برضو في منطقه المكان اللي عايش فيه. قالت لي انا دلوقتي في الجيم شايفه احمد مكي قدامي، خلاص تعالى انا هجيبك ونروح نتقابل وانت تشوف اتصور معاه. فجابتني وانا كنت فرحانه قوي، يعني كنت نفسي اشوف، وانا اصلا بحب الكبير وبحب كل حاجه بيعملها، وبس كنت فرحانه قوي. انا مش فاكر قوي ايه يعني اتكلمنا في ايه، بس انا فاكر الصوره. طب ايه اكتر اغنيه او اكتر فيلم بتحبها لاحمد مكي؟ انا عارف الاغنيه اللي هي عن هو وابنه طالما يعقوب بالظبط، وبتاع برضه بتاعه المخدرات دي حلوه جدا. بحب المسج اللي يعني بيحاول يقول ايه الصغيرين وكده، انه حلو. يوم 1/1/2019 نزلت صوره مع فتحي عبد الوهاب وكتبت عليه ماي بيرسونال فيفرت انكل. عايزين نعرف هو فتحي عبد الوهاب قريبك بجد ولا ده كان دور بتمثل معاه؟ لا هو خالي يعني في الحقيقه، رب لي حقيقي، هو اخو مامتي. يعني هو فعلا قريبك يعني. من اسبوع نزلت صوره وكتبت عليها ان مامتك قالت لك ان شكلك حلو قوي. انت عاده بتاخد راي مامتك في كل حاجه ولا بتاخد راي في الهدوم وكده؟ مامتي بس برضو على الصور، يعني كنت سالت جيسيكا ولينا ايه كده، وانا بسالهم بصراحه على كل هم يعني كانوا بدوا في السوشيال ميديا قبليه وبيفهموا فيها اكتر، فهي وجيسيكا وكده سالتهم قالوا انا حلو كده، فاي بوست. وبرضو في الهدوم بسالهم، ومامتي كمان. يعني انا شخص بحب شير، يعني هم بيزعلوا لما بشتري قبل ما يردوا. انا بكون عايز اشتري بس بسالهم انا عاجباها ولا، بس انا هشتريها خلاص، انا عارف انا عايز اشتري ايه ومكرر خلاص. ايوه قبل ما تيجي بقى كنت واخد راي مين في نفسك ده؟ مامتي. يوم 23 ابريل نزلت فيديو ليك وانت بتلعب بيانو، قول لنا بقى ايه المواهب المدفونه عندك تاني غير انا بعرف العب جيتار، الكتريك جيتار يعني، بس مش اللي هو ممكن العب يعني كل شويه. انا عندي جيتار بس اللي هو ما باخدش لسنز يعني، سيلف توت شويه. وفاكت اخويا اللي كان بيلعب في الفيديو برده سيلف توت، هو ما شاء الله كويس جدا. انت بتتعلموا مع نفسكم مش بتروحوا مكان؟ يوتيوب هو بجد كل حاجه على اليوتيوب. لسه بادئ في تيك توك الشهر اللي فات، ايه اللي خلاك تاخد الخطوه دي وليه ما كانش عندك اكونت تيك توك قبل كده؟ هو انا بصراحه في الاول كنت انا يعني شايف الحاجات دي كنت بتكسف قوي، مش بحب الحاجات دي. فاول لما عملت كده انا اصلا قبليها سالت جيسيكا بقى وكده، بس تيك توك انا I have to take advantage of the attention اللي جاي لي دلوقتي برضو. I want to grow my account والناس يعني فاهم. I did that وقررت ان حتى جيسيكا ولينا قالوا لي اعمل ترندز ايه واعمل كده. حمزه وجيسيكا اقنعوني ان انا اعمل كده. خلصنا تاني فقره دلوقتي. okay. في ثالث فقره وهي مالك فيرسس فريد. فريد في كامل العدد ومالك بقى معانا عادي، وبنشوف. انا بقول لك موقف كامل العدد، اشوفك انت قريب ليها ولا لا. فريد ما كانش بيحب الكوره خالص، مالك بقى علاقته بالكوره عامله ازاي؟ هو انا بحب الكوره جدا يعني، ما بعرفش اجري بسرعه قوي، بس انا اقدر اجري لمده طويله، ما اقدرش اجري بسرعه. لما الناس الثانيه بتبقى تعبانه حواليا انا ببقى عادي يعني مش فارقه. الكوره انا حاسس ان لسه متعلم التريك اللي هي مش لسه متعلم، بس اللي هي بتقعد تباصي ما بين رجليك وتقعد تسكيل بقى بس. وحمزه فان فاكت كمان، حمزه كان علمني كام تريك كده عشان هو كويس جدا في الكوره، معرفش لو تعرفوا. اكيد تعرفوا انتوا بتعملوا ريسيرش يعني. لا رهيب. احنا اتكلمنا في الموضوع ده اصلا. علمني تريكس كتيره، فكنت فرحانه قوي في نفسي ان انا عارف التريكس دي. لحد دلوقتي بتتدرب كوره عادي يعني؟ لا مش بتدرب كوره، بس يعني بلعب مع اصحابي يعني، بجمع اصحابي وبنلعب في ملعب خماسي يعني كده. اوكي نفسي اسالك بتشجع مين؟ مش عارفه انت بتشجع حد في مصر؟ برشلونه اكيد ده الاساسي. اوكي. فريد ما كانش بياكل اكل الشارع، ويوم لما اكل كبده فضل تعبان بعدها بحبه كتير قوي. مالك بقى ايه اكتر اكله ممكن ياكلها من الشارع او يحبها من اكل الشارع، ولا مالكش برضو فيها زي فريد؟ هو كويدر تحس؟ لا اكيد لا صح، اكيد لا اكيد لا صح. لا لا خالص. لا مش هستحمل بصراحه لو كويدر، انا يعتبر بالنسبه لي ده يعني. بس ما كان بتاكلش كبده وسجق بقى في الشارع زي؟ لا كبده وسجق هو كده يعني برضو يعني على حسب مين اللي بيعملها. أيوة يعني ممكن تتعمل كويس جدا، مش هتبقى جريء انك تاكله في اي حته. ممكن تتعمل بجد يعني فايف ستار شيف يعني اللي بيعملها ده يعني كويس في اللي بيعمله، او ممكن تتعمل يعني انت ما بتعرفش تطبخ. فريد كان استاذ في الكمبيوتر وكان بيهاك موبايل باباه، مالك بقى هاكر برضو ولا ملوش في الكلام ده؟ عمرك يعني عملت هاك لحد، او بالذات في جيم مثلا عملت هاك عشان تكسب؟ لا لا لا
عملتش الحركات دي؟ لا لا لا. اكيد اصلا الاكونتات بتعمل كنت تعمل لها بان، وانا مش عايز كده. الهاكينج من ناحيه الهاكينج هو بصراحه في التصوير كانوا اصلا مش انا مش بعمل كده في الدور اصلا، يعني على اللابتوب ما كانش فيه هاكينج، هو كان معظمه على التليفون، وعلى التليفون كان صوره خضراء فكانوا بيعملوها اديت. بس انا في الحقيقه باخد يعني اي تي كورسز وكده للمدرسه، فانا اصلا بلعب على اللابتوب فبفهم في اللابتوب، بس يعني مش هاكينج، يعني بعرف اعمل هاكينج يعني بصراحه. طب يعني اعترف اوكي ممكن اعمل هاكينج، بس مش لدرجه ان انا اعمل هاك لبيتك واعمل الواي فاي يعني اخري اجيب الاي بي بتاعك وبيتك يعني، بس كده. عملتهاش في جيمز خالص؟ تعزيني تعمل لي بان ولا ايه بالظبط؟ انا فاهم. فريد وشريف ما كانوش طايقين بعض في الاول، بس بعد كده بقوا صحاب. انت عندك ناس صحابك كده ولا لا؟ يعني عندك ناس من صحابك عامه في الاول ما كنتوش بتحبوا بعض وبعدين بقيتوا صحاب بقى جدا؟ مين؟ اقول اسم بصراحه، ما هو الاسامي بقى كريم بونج كنت انا هو بكرهه، انا اصلا قلت هيز لايك ماي بيست فريند انا بحبه جدا. هو يوسف صبحي كنت بكرههم بجد، يعني بجد بحسسهم يعني كده اخنقهم كده ممكن، بس يعني بعد كده بقيت صحاب جدا. طب بجد. حمزه نفسه كان لا حمزه من اول يوم بحبه، من اول يوم محترم جدا وبجد يعني يعني ما حدش ممكن يكرهه يعني. انتوا الصراحه كنتوا جامدين جدا في المسلسل، كان باين قوي يعني. فريد كان بيتكلم انجليش بس وعربي مكسر، مالك يعني برضو في الحقيقه كده ولا لا؟ هو انا العربي بتاعي مش مكسر، بس انا اكيد اقوى في الانجليزي، بس انا بحاول اتكلم عربي يعني بقى انا كده ولا كده يعني. اكيد العربي يعني بدرس عربي بيساعدني، بس انا لو كنتش بدرس عربي اكيد مش يعني كنتش هتكلم عربي خالص، كنت بدرس عربي. انا العربي بتاعي لا انا مش حاسس انه مكسور. انتوا حاسين كده يعني؟ انت حاسس كده؟ ماشي. هو من ناحيه مكسور هو مش مكسور، اسمه مكسر مبدئي. استغفر الله العظيم، ازاي اتحقق؟ لازم تطلع في لازم عشان تفهموا بقى ان انا مش بفهم في اللي بقوله، ما تصدقوش حاجه انا بقولها. طب احنا خلصنا بجد؟ الحلقه كانت لذيذه جدا. للاسف خلصت يعني. انت اتبسطت معانا؟ جدا بجد. بجد شكرا. باي باي.